الصحابة أول ما بدأوا أفراد قليلين، قيل له صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. حر وهو أبو بكر، وعبد وهو بلال. هذا أول ما نشأ وأول ما دعا، ليس معه إلا قليل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام على هذا المبدأ، ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ الكمال، كزرع أخرج شطأه، يعني فراخه. فراخ، أنتم تعرفون الزرع، يمكنكم فلاليح أنتم. الزرع أول ما يخرج ورقة واحدة، ثم إذا ارتفعت صار لها فراخ كحبة أنبتت سبع سنابل. الحبة الواحدة أول ما تظهر ورقة واحدة وساق واحد، ثم تفرخ يصير بجانبها نبات يخرج معها. الصحابة كذلك، أول ما نشأوا قلة ثم تكاثروا، مثل ما يتكاثر الزرع بالفراخ، كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني قواه وأيده، فاستغلظ فاستوى على سوقه، ارتفع على سوقه، يعجب الزراع من حسنه. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم، ليغيظ بالصحابة الكفار. فالذين يغتاظون من الصحابة ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون. واستدلوا بهذه الآية على أن من يبغض الصحابة فإنه كافر، أن الله قال: ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة، ثم قال: أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في صفة الأنصار، الآية الأولى في المهاجرين وهذه في الأنصار. ثم قال في التابعين والذين جاءوا من بعدهم، وهذا يشمل من جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني بغضا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة.